اخباركم ايه؟ انا عارف ان انا بقالي فتره كده بعيد عنكم شويه، تمام. في بعض الاحداث كده في الفتره الاخيره حابب ان انا اتكلم فيها. اولا انا تقريبا من يوم 30/4 دي كانت اخر حلقه ليا مع البريمو على القناتين، وطبعا اتشرفت ان انا بالفتره اللي هي السنه ونص اللي انا قضيتها تواجدي في البرنامج، الحمد لله قدرت ان انا اوصل الرساله بتاعتي. ايا كان بقى، ناس مختلفه معايا، ناس معايا ليهم كل التقدير والاحترام، لان احنا يعني بني ادمين عادي، وارد ان انت تغلط، وارد ان انت توصل لمرحله ممكن بتخطئ في تفكيرك، ده عادي، ده شيء طبيعي يعني. اتشرفت بالفتره الاخيره اللي انا كنت متواجد فيها في برنامج البريمو، الحمد لله قدرت ان انا احقق الرسالة بتاعتي اللي أنا عايز أوصلها للناس، سواء نقد، سواء عمري ما في حاجة كسرتني. ويمكن من بدايتي من وأنا صغير يعني، الحمد لله الحياة أب داون، وتطلع وتنزل وتيجي ويقابلك عقبات، ده شيء طبيعي وأنا بحب الحاجات دي جدا. على العموم أنا سعيد بالفترة اللي كنت متواجد فيها، بتمنى لهم التوفيق. بس يمكن أنا في بس حاجة كده، أنا عارف إن ممكن يكون الرد متأخر شوية. كابتن رضا عبد العال كان لسه في برنامج تقريبا في شهر رمضان. انا من نوعيه والله اللي مش بتابع حاجه، يعني ممكن الناس تبعت لي كتير جدا، شوف ما اعرفش مين قال عليك، انا مش من النوعيه اللي بتحب الدقه يعني. بس انا فوجئت ان في تصريح لكابتن رضا، ما اعرفش كابتن رضا بصراحه ماله يعني، رغم ان هو لسه مكلمني قريب بخصوص الموضوع ان انا ارجع البرنامج تاني. ما اعرفش ايه الصفه اللي هو اتكلم معايا فيها، اكيد طبعا يحترم ان هو قدرني واتكلم، بس انا ما اعرفش يعني، لان انا تعاقدي كان مع ايهاب جلال اللي هو المنتج بتاع البرنامج، واستاذ نشأة الديهي رئيس القناه في القناه 10. فوجئت ان في كلام كتير جدا في الحلقه، كنت مشيت من تقريبا اخر مشكله ما بيني وما بينك تقريبا من 6 شهور. فانا ما اعرفش انت بتتكلم بناء على انا اساسا كابتن، انا حضرتك ليك كل الاحترام والتقدير وكابتني، بس ما اعرفش يعني، انا بحبك بس انا ما اعرفش ليه دايما بتتكلم باسلوب، انا عارف ان انت بتتكلم بعفويه، بس الكلام ده ما ينفعش يتقال كابتن رضا على الهوا او يتقال في برنامج يعني. ما ينفعش ان انت تقول ان انت كنت هتمشيه، ومعلش في حاجه انت برضه غلطت فيها. كابتن رضا، انا امتى طلعت اصلا في برنامج نمبر 1 ده اصلا؟ يعني انا امتى اصلا كنت في برنامج نمبر 1؟ اي حد شافني في برنامج نمبر 1 اللي كان مع ابراهيم فايق، انت تقريبا اتلخبطت ما بين ابراهيم سعيد وابراهيم فايق، بس معروف ان ابراهيم سعيد مين وابراهيم فايق مين. ده واحد اعلامي محترم انا بحبه جدا وهو صديق، وابراهيم سعيد لاعب كوره اهلي وزمالك، انا كمان ما بحبش اتكلم كتير عن نفسي ولا هتكلم اصلا. بس ما ينفعش يا كابتن رضا تطلع تتكلم ان انت اللي رجعتني وانت لا يا كابتن رضا، انت مالكش دخل بالقصه اصلا، انت ضيف زيك يعني. من الناس ابراهيم سعيد البني ادم الطبيعي، ايا كان بقى الرزق ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. انا بسعى ودايما الحمد لله الناس عارفاني من زمان ان انا ما بمشيش ورا كلام حد او حد يقول لي اعمل ايه او اقول ايه. لما حصل المصالحه ما بيني وما بينك في المكتب كلموني وقالوا لي عشان خاطر عايزين نلم الدنيا، وقلت خلاص مش مشكله لان انت كابتني وبحبك على فكره. بس انا بفوجئ يا كابتن رضا، ما اعرفش انت الحياه غيرتك ولا اتغيرت كابتن رضا؟ مش عشان الناس اتعاملت معاك قبل كده وحش فيبقى كل الناس وحشه. الرزق ده مش بتاعك، ده الرزق ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. فانا بس يعني انا بجد انا زعلان من الاسلوب في الحوار بتاعك في اللقاء الصحفي بتاعك، وناس كلمتني انا ما كنتش واخد بالي. يا كابتن رضا ما اعرفش في ايه، تواضع وانزل عشان الحياه مش كده، الحياه يعني ايه؟ مره فوق ومره تحت، وعمرها ما هتفضل الناس كلها فوق، هي بتتقلب. ربنا خير عليك. عشان كده دايما عيني قويه يا كابتن رضا. حبيبي يا ريت تراجع حساباتك تاني وما تخسرش كل الناس، وانا والله بحبك، والله بحبك. بس فعلا بجد انت بتخسر ناس كثيره جدا. كل التقدير والاحترام لكل المتواجدين عندي. انا حابب بس ان انا اتكلم، انا بتكلم بطبيعتي، ممكن ناس كتيره جدا تزعل، ممكن ناس كتيره تضايق،